كريم. شيخنا علي من السعودية يقول أنه يصلي في اليوم والليلة 33 ركعة من غير الفريضة، يقول أنه يصلي قبل الفجر 2 وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 4 وبعد المغرب 2 وقبل العشاء 4 وبعد العشاء 2، ويصلي أيضا 7 ركعات في قيام الليل، فهل فعله هذا صحيح؟ السنن الرواتب هي 12 أو 12 ركعة، وفي رواية 10 ركعات، فتكون قبل الفجر بعد أذان الفجر يصلي ركعتين، وقبل بين الأذان والإقامة، ويصلي قبل الظهر ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين بعد الصلاة الظهر، وبعد المغرب ركعتين، يصلي ركعتين، وبعد العشاء يصلي ركعتين. هذه السنن الرواتب. وإذا صلى بعد الظهر 4 صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى 4، وهذا يدخل في حديث من صلى بعد الظهر 4 كما جاء فيه فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ولكن والله أعلم بأنه صحيح أو حسن. أيضا نافلة العصر يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، أيضا هذه في النوافل، وجاء في حديث رحم الله امرئا أو من صلى قبل العصر 4 قد حرمه الله على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل المغرب يصلي 4، فهذه أيضا تدخل في عموم بين كل أذانين صلاة بين الأذان والإقامة. وإن نوى بالركعتين الأولى تحية المسجد والثانية نافلة بين الأذان والإقامة فله ذلك، ومثلها قبل العشاء. فهذه كل النوافل. وصلاة الليل يقول يصلي 7، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة عند البخاري وعند غيره، وحافظ على 13 ركعة، وثبت أيضا هذا الذي حافظ عليه 11 و13 ركعة في سفر وحضره، وثبت أيضا في البخاري أنه صلى ذات ليلة 5 بتشهد وتسليم واحد، وصلى 7 بتشهد وتسليم واحد، وصلى 9 بتشهدين بعد 8 وبعد 9 وسلام واحد. الله يسعدكم شيخ.